بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حبايبي الطلاب، طلاب جريد 4، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. يا رب دايما بخير يا اولاد، وان شاء الله موفقين في الساينس في كل المواد بتاعتنا ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن ليسون نمبر 3 في يونت 4 كونسبت 1، في طبعا الترم الثاني. وات از جرافيتي؟ يعني ايه هو بقى الجرافيتي؟ خلي بالك كده، اكتيفيتي نمبر 6. تقول لي يا مستر هو كل ده احنا لسه ما عرفناش يعني ايه جرافيتي؟ يلا بقى نشوف يا ولاد الجرافيتي يعني ايه. خلي بالك معايا، it is the attraction، اكيد حفظته بقى، attraction force that exists between objects that have mass، اللي هي طبعا ليها ايه يا ولاد؟ ليها mass. يلا خلي بالك معايا، ماشي بقى، نحط هنا اس كده، that have mass. طيب the force of gravity keeps us from floating into space. طبعا مستر يعني ايه الجمله دي تاني كده بالراحه؟ يعني قوه الجاذبيه يا ولاد حفظت علينا، والا كنا زماننا دلوقتي يعني كوكب الارض كله يعني سبح في الفضاء. floating into space like that happens with the astronauts، زي ما بيحصل مع رواد الفضاء لما بنشوفهم كده طايرين في الفضاء، كان زماننا احنا برضو حتى واحنا على الارض طايرين بقى لو ما فيش ايه، if there is no gravity. طيب in space there are big and small planets، بقول لك في الفضاء في طبعا بلانتس كبيرة وبلانتس صغيرة، زي ما انتم شايفين حتى في الصورة قدامكم واضحة، ادي الميركوري، ادي سوري الجوبيتر، اكبر بلانت اهو ده، تمام يا ولاد؟ طيب يعني واضح ان في ديفرنت في السايز او ديفرنت في الفوليوم، يبقى there are big and small planets where bigger planets have more gravity than smaller planets. فاكرين الحصة اللي فاتت لما قلنا ان الجرافيتي ديبند اون ماس؟ اهو تعالى بقى كده احنا نطلع كده مع بعض على كوكب جوبيتر ده، على جوبيتر بلانت، مش هنعرف نمشي. ليه يا مستر؟ لان عنده مور جرافيتي ذان ذات اوف سمولر بلانتس، اكتر من البلانتس الصغير. شفت يا ولاد بتخيلوا؟ يبقى تاني كده، ان سبيس ذير ار بيج اند سمول بلانتس، موافقين، وير بيجر بلانتس هاف مور جرافيتي ذان سمولر بلانتس. كويس، ذا فورس اوف جرافيتي keeps the planets revolve in their orbits around the sun in fixed paths or fixed orbits around the sun. يعني بيقول لك ان قوه الجاذبيه بتخلي الكواكب تدور في اوربت ثابته حوالين الشمس، مش هنيجي مره نلاقي الايرث اخر بلانيت ولا اول بلانيت في مره، هي نمبر 3 على طول، صح كده؟ Like the gravity of planets in space we can say that on the earth surface object with large masses have more gravity than that of object with small mass. اقول لك شبه لك تشبيه جميل قوي، يعني بقول لك حتى على الارض الاجسام الصغيره او الاجسام الكبيره large masses have more gravity، تبقى مشدوده اكتر للارض. حتى اقول لك مثال، هات حجرين، حجر صغير كده، حجر طوبه في الشارع، وحجر تاني كبير، تمام؟ مين عنده more mass؟ اكيد ده تقول لي يا مستر طبعا عنده more mass، اما ده smaller mass. شيل بقى كده، شيل من الارض، خلي بالك مستر انا مش قادر اشيل ده، ليه؟ لانه مشدود جامد. برافو عليك، يبقى اسمع بقى كده، اما للتاني ماله؟ تقول التاني قدرت اشيله، طب ما ازاي بقى اشمعنى؟ تقول لي عشان خفيف، ما عشان خفيف الارض مش شده جامد، فتعرف تطلعه من الارض. اسمع كده، objects with large masses have more gravity، عليها جاذبيه اكتر، تتشد اكتر towards the center of earth than that of objects with small masses. يا رب نكون فاهمين يا حبايبي. تعالوا نشوف كده السؤال ده، gravity is the نقط of attraction between object، طبعا the force that have ايه يا اولاد؟ mass، اكيد طبعا الاوبجكت اللي عندها ايه؟ mass. when an egg slips out of your hand، لو كوره، لو بيضه اتزحلقت من ايديك، mean pulls it towards the ground، مين هيشدها؟ برافو عليكم، اكيد قلتوا الجرافيتي. big objects have a gravity than small objects، اكيد البيج مالهم، ها يلا more، برافو عليكم. activity number 7 the force of gravity، قوه الجاذبيه. تعال، what goes up must come down، يعني اي حاجه اتحدفت لفوق لازم ترجع تاني، صح؟ عمرك شط كرة لفوق وما رجعتش؟ ما جاتش بقى خلاص؟ صح؟ أكيد هترجع، صح؟ كمل بقى كده. Gravity changes the direction of anything you thrown into the air. يعني إيه يا مستر؟ يعني أنت حذفت حاجة لفوق صح؟
الجرافتي هتجيبك تاني، هتغير الدايركشن وهتنزلك تاني. يبقى الجرافتي عملت ايه؟ changes the direction of anything you throw into the air. For example، يلا على الصورة دي، when you throw a ball into the air، انت حذفت كورة في الهواء، it will fall down towards the ground، هتنزل تاني متقلقش، because the gravity force is acting on the balls، لان الجرافتي اثرت على البولز ديت، على الكورة دي او الكور دي. ايه اللي حصل يا ولاد؟ تقول لي يا مستر اكيد الدايركشن اتغير، اتحدفت لفوق بس الجرافت اتغير الدايركشن بتاعها. برافو عليك. يبقى the ball's direction changes because the gravity force is acting on it. ادي السؤال لو جالك give reason. ليه الدايركشن بتاع الاوبجكت تشينج if you throw it upward، لو حدفته لفوق، because the gravity force is acting on it، لان الجرافتي اثرت عليه. Gravity doesn't only act on falling or moving objects but also it acts on objects that don't move. اه مستر، هي بس الجرافيتي بتأثر على حاجة طالعة تروح منزلها تاني؟ لا 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 لا، امال الكرسي اللي على الكرسي بتاعك دوت اللي انت قاعد عليه، يعني ايه اللي مثبته على الارض؟ الجرافيتي. الترابيزة يا ولاد اللي احنا بناكل عليها دي، ايه اللي مثبتها على الارض؟ الجرافيتي. يبقى ايه كمان؟ اسمع كده، Gravity doesn't only act on falling or moving object، مش هتأثر بس على الحاجات اللي بتقع او الحاجات اللي بتتحرك، لا كمان it acts on objects that don't move، حتى الاجسام اللي ما بتتحركش، الترابيزه، الكرسي، العربيه، such as boy sits on a chair or a book on the shelf، او حتى الكتاب اللي على الرف، حتى لو كان ثابت it affected by gravity، هيتأثر بمين يا ولاد؟ بالجرافيتي. Gravity and mass. مستر احنا قلنا الكلام ده قبل كده، معلش انتوا عارفين منهجكم يعني. اسمع كده، all objects have gravity، صح اكيد كل الاوبجكت بتتاثر بجرافيتي. ليه؟ because they have masses، اي matter have mass and volume، فبما انك عندك mass يبقى انت هيكون في عليك جرافيتي. طيب كويس، ده لو قال لي give reason. object with greater mass، الشغل القديم بقى درس اللي فات، objects with greater mass exert greater force on objects around them. يعني يا مستر؟ يعني كل ما تكون انت بادي كبير والماس بتاعتك كبيره، يبقى الجرافيتي بتاعتك على الاجسام اللي حواليك كبيره، زي الصن كده. مش انت كبيره وعملاقه؟ شوفي بقى انت كده سحبه كام كوكب حواليكي. اسمع كده، objects with greater mass exert، بتبذل greater force on objects around them. For example، as in the Earth and the Moon system where Earth is bigger than Moon، it has more mass، so Earth has stronger gravity than the Moon. يعني بما ان الأرض أكبر من المون فتقدر تسحب المون. طب تعالى بقى نشوف كده، the Moon stay in a fixed orbit around the Earth due to the gravitational force of Earth. والمون يفضل يدور بسبب جاذبية مين يا ولاد؟ الأرض. تعالوا بقى يا ولاد في الاكتيفيتي ده بنتكلم فيه عن what does down means، يعني بيعرف يقول لك يعني ايه بقى السقوط لاسفل دي معناها ايه، او what does down means. تعالوا نشوفها مع بعض كده. بيقول لك if you jump up into the air، لو انت نطيت في الهواء، you land on the ground، هتقع هتسقط على الارض بعد كده، اكيد صح ولا لا؟ تقول لي اكيد صح يا مستر طبعا. gravity can't affect the direction of objects، يعني الجرافيتي ما تقدرش ترجع الاوبجكت وتغير اتجاهه. ازاي بقى؟ ده احنا بنحذف كوره لفوق هي بترجعها لنا تاني لتحت، يبقى wrong، can طبعا not can't. طيب in this activity we will investigate the angle at which the object is pulled towards the ground by the force of gravity. تعالوا نشوف مع بعض كده، هو عايز يعرف الانجل، يعني الزاويه اللي الاوبجكت فيها بيتحدف او سوري بيتسحب للارض، تمام، بتاثير مين؟ الجرافيتي. ايه التولز بتاعتنا يا ولاد؟ والله معانا يا مستر ميتر ستيك اللي هي العصايه المتر دي، وبوكس طبعا مجموعه كتب، تيب اللي هو الشريط اللاصق لاصق، وسمول ويت وزن كده معانا، سترينج ويعني زي مطاط او استك كده، وكمان يا ولاد بروتراكتور اللي هي المنقله او المنقله اللي احنا بنقيس بيها الانجل. طبعا هنا عمل ايه؟ جاب مجموعه من الكتب كده وحطهم زي ما انتم شايفين، ودي هنا كده بيقول لك اول حاجه تاي ذا سترينج ات ذا ميتر ستيك، يعني اربط الاستيك دوت في المسطره دي زي ما انتم شايفين كده، اند يوز ا بيس اوف تيب، وطبعا تو هولد ات، واستخدم الشريط اللاصق عشان تربطها
تربط الاستيك يعني في المسطره المتر الخشب دي. بعد كده بقول لك يا ولاد to hold it in a place then attach the weight, يعني علق بقى الوزن بتاعك ده تمام to the end of string, في نهايه الخيط او الحبل ده. suspend the meter stick horizontally, علق المسطره دي بالعرض كده between two books, ما بين صفين كتب كده. so that the string and the weight can move freely, بحيث ده يتحرك بسهوله رايح جاي كده زي ما انتم شايفين. طيب وبعدين يا مستر measure the angle between the meter stick using the protractor, يعني قيس بقى الانجل كده واستخدم المنقله عشان تعرف الانجل كام. فهتلاقيها كام يا ولاد بالظبط؟ يعني هل الجرافت بتسحب كده؟ هل بتسحب كده؟ لا دي بتسحب بانجل كام بالظبط؟ طبعا هتلاقيها ساعتها 90 ديجري. ليه يا مستر؟ because gravity always pull object downward, لان هي دايما بتسحب الاوبجكت داونورد. عشان كده دايما بتعمل انجل كام يا ولاد بالظبط؟ بتعمل انجل يا مستر 90 ديجري. يبقى من الاكتيفيتي ده قدرنا نعرف الانجل at which the earth attract object to its center, يعني الانجل اللي الايرث بتسحب بيها الاوبجكت للسنتر بتاعها. يا رب نكون فهمنا الاكتيفيتي الجميل ده. هنا بقى يا ولاد بيقول لك ايه اللي هنلاحظه؟ تقول لي يا مستر لا المره دي الانجل هتتغير شويه. ليه؟ when the meter stick is tilted, كلمه tilted يعني ايه يا ولاد؟ تلتد يعني قلنا ميله تميل upward, ميله لفوق زي ما انتم شايفين كده. اللي بيحصل خلي بالك كده بقى معايا لحظه واحده, the angle between the meter stick and the string is less than 90, هتبقى الانجل دي يا ولاد اقل من 90 مش 90 بقى كمان تمام كده. وبعدين خلي بالك less than 90 تبقى اقل من 90 بيسموها باسم الاكيوت انجل. move some books away from the left side, شيل بقى كام كتاب كده من ناحيه الشمال دول to tilt the meter stick down, عشان تنزل الميتر ستيك دي لتحت. the angle او the طبعا measuring of the angle between the meter stick and string at the right side, في الناحيه اليمين دي using the protractor, تستخدم المنقله. ايه اللي هيحصل بقى؟ when the meter stick is tilted downward, نزلت او مالت لتحت, the angle it will increase or more than 90 بيسموها باسم ايه؟ obtuse angle او اولاد obtuse angle. طيب خلاصه الكلام مستر احنا عايزين نفهم من كده ايه يعني؟ تعال نفهم. خلي بالك اول حاجه the factor that cause the change of the angle ايه هما؟ the tilt of the meter stick up and down, يعني ميل المسطره لفوق او لتحت على حسب الميل بتاعها. طيب تاني حاجه the movement of the string, حركه مين؟ السترينج اللي هو الخيط اللي متعلق دوت في الويت بتاعي. طب الكونكلوجن all objects are near or all object on or near earth surface, يعني كل الاجسام اللي على الارض او قريبه من الارض are pulled down towards the center, كلهم بينسحبوا ناحيه السنتر اوف ايرث. حد عنده اعتراض؟ خلاص تمام. طب as the tilt of the meter stick changed, يعني كل ما الميل بقى يتغير the angle will change it because the weight is always being pulled downward to the ground, يعني يا مستر مهما تميل هيفضل الجسم بتاعي دوت عايز ينزل لتحت, فعشان كده الانجل بيحصل لها ايه؟ هي كمان بتتغير, مش هتميل مع المسطره يعني او مش هتتحرك مع المسطره, لا انت مهما تميل للمسطره هيبقى دايما الانجل بتاعتي بتتغير. ليه بتتغير؟ عشان دايما الويت از اولويز being pulled down towards the ground, دايما مسحوب ناحيه الارض. يعني عايزك تتخيلها بس, عايزك تتخيلوها بس يا ولاد عشان تفهموها. خلي بالك كده, يعني لو المسطره دي مالت دايما الحبل ده كانه بيقاوم مش عايز يميل معاه, لا او عايز يفضل دايما مشدود لتحت, فالانجل هتتغير تمام. يبقى ليه الانجل بتتغير؟ طبعا because the weight is ايه is always ايه يا ولاد, دايما بيكون ايه؟ دايما بيكون يا مستر attracted to the center of earth, دايما بيكون مشدود ناحيه السنتر اوف ايرث طبعا towards the ground, ناحيه الجاذبيه او ناحيه الارض. يا رب نكون فهمنا الجزئيه دي كده يا ولاد. خلي بالكم كده معايا. طبعا كده خلصنا الليسون بتاعنا ليسون نمبر 3, ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن ليسون نمبر 4. كل التوفيق ليكم واشوفكم على خير, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.